مرحبا بكم من جديد، سعيدة باستقبال مراد الجويني ناطق رسمي باسم المرصد الوطني للسلامة المرورية. أهلا وسهلا بك. مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بكافة مشاهدين قناة التاسعة وشكرا على الاستضافة. مرحبا، كل عام وانت حي بخير. إن شاء الله عامكم مبروك الناس الكل، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وإن شاء الله طريق آمن لكافة مشاهدين إن شاء الله. دايوغ كيفاش كان الطريق في الحمد لله مقارنة بالسنة الإدارية وزارة الداخلية وضعت كل الإمكانيات البشرية. بطبيعة الحال كنا موجودين على مستوى عديد الطرقات اللي هي تشهد كثافة في الجولان، سيما الطرقات السياحية، وبالتالي عديد الشركاء زاد كذلك كانوا معنا في الحملات هذه. وبطبيعة الحال الإحصائيات الأولية هي تبشر بخير مقارنة بالإحصائيات للسنة الفارطة، ولو نشهدنا الانخفاض على مستوى الحوادث والقتلى والجرحى. نحكي على قرار إجبارية رخصة سياقة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية اللي دخل حيز التنفيذ 1 جان في 2024، وبرمو ثم 500 دينار في الحكاية. صحيح، هو بطبيعة الحال طبعا لمقتضيات الأمر عدد 510 لسنة 2021 واللي يتعلق بضبط أصناف رخص السياقة. بطبيعة الحال كانت هناك عديد الحملات التحسيسية وعديد هذا كذلك البلاغات اللي نزلناها تباعا على مستوى المرصد الوطني لسلامة المرور، واللي حثينا فيها مستعملي الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة الحجم حتى يقبلوا بكثافة حول رخص السياقة بالنسبة للسن. فذا طبعا بالنسبة لي يمكن هما ثلاثة مراحل ولا ثلاثة فئات اللي يهمهم الموضوع هذا. الفئة الأولى هي من 40 سنة فما فوق، واللي بالتالي غرة جانفي يكونوا معناها متحصلين على رخصة السياقة. ثم الفئة الثانية اللي هي من 26 سنة إلى 40 سنة، دونك زاد كذلك أعطيناهم مهلة معناها انطلاقا من جانفي 2023 فوالا. والفئة الأخيرة اللي هي من 16 سنة إلى 25 سنة، واللي بحلول يوم 31 ديسمبر مطالبة كونها تكون متحصلة على رخصة سياقة. نزيد نقول نظر فحسب حتى معناها تكون الثلاثة فئات هذوما يكون يشملهم رخصة السياقة بالنسبة لي سواء الدرجات المتوسطة وصغيرة الحجم. يعني تحب تقول اللي الناس هذوما الكل خذوا مهلة من أجل أنهم يعديوا البيرمي بتاع الدراجات، وانطلاقا من 31 ديسمبر كان آخر أجل لو 1 جانفيي تمرون الى تطبيق الخطايا والعقوبات. هو في الواقع صحيح، هو العقوبه نتاعها من غير ما نزيدوا نفجعوا احنا العباد برشا، العقوبه هي تتراوح من 100 الى 500 دينار او بكلتا هذه العقوبتين. واللي معناها مرتكب جنحه السياقه دون رخصه السياقه او دون الحصول على الصنف المطلوب. طبعا احنا خذينا زاد بعين الاعتبار معناها الكلفه التقديريه والكلفه الشرائيه زاد كيف بعين الاعتبار، وهذا اللي حاولنا نخدم عليه طبقا لتعليمات السيد وزير الداخلية، واللي شاركنا معنا كذلك الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة في إطار أعداد دورات تكوينية لعديد سواق الدراجات النارية. علاش عملنا الشيء هذا؟ شنو هي الفلسفة من أنه نمر مباشرة إلى إنفاذ القانون بعد ما تمرينا بمراحل اللي هي المهلة؟ علاش اليوم يقول قائل أنا عندي موتور ولا دراجة ناريه علاش يلزمني رخصه سياقه؟ شوف خلينا نكونوا صراحه واضحين من ناحيه المبدا، فما عديد سواق الدراجات الناريه عندهم معناها بطء في فهم قوانين المرور. اثنين، معناها في الممارسة اليومية للفضاء المروري ما يعرفوش معناها أولوية، ما يعرفش معناها علامات المرور، ما يعرفش معناها المناورة وقت يدخل في رون بوان جيراتوار، دونك ما يعرفش شنو الأولوية، اسكو هو عنده ولا ما عندوش. وهذا بطبيعة الحال وفق عديد الدراسات اللي أنجزها المرصد الوطني لسلامة المرور، بطبيعة الحال معناها وفق مسح اللي احنا أنجزناه بالمناسبة، والمسح هذايا أعطانا عديد المعطيات على مستوى الوطني. نجم نعطي معطى اللي هو أكثر من 90% ما يستعملوش الخوذة بالنسبة لسواق الدراجات النارية. ناهيك إذا كان تلقى أنت طوى، وهذا قاعد دارج نشوفه فيها معناها على مستوى سلوكياتنا اليومية، تلقاه ما عندوش كاسك، وكذلك كيف يستعمل في الهاتف الجوال مع السياقة، مع علامات المرور، ومع زاد كذلك السيارات اللي هي تبدأ بطبيعة الحال تستعمل معاه في الفضاء المروري. فبالتالي معناها أصبح جد أكيد كونه معناها بالنسبة لسواق الدراجات النارية باش
نعطيهم الحظوه بما كانوا. تقول علاش عملنا القانون هذا نتاع الدراجات الناريه؟ يكفي باش نقولوا اللي مستعمل دراجه ناريه على ثلاثه نلقاوه معناها قتيل من جراء حوادث الطرق. دونك اذا كان نعملوا عمليه حسابيه باش نلقاو عندنا اكثر من 30% ضحايا حوادث الطرقات من مستعملي الدراجه الناريه. الدراجه الناريه عندها كارت غريز كما الكهرباء؟ الدراجه الناريه بالنسبه للصغيره الحجم اللي هي السيلندري نتاعها ما تفوتش 49 سنتيمتر مكعب، ما تستوجبش كونها تكون عندها الكارت غريز والا ليدونتيفيون نتاعها. بالمقابل الدراجه الناريه المتوسطه الحجم واللي هي سعه الاستوانه نتاعها من 50 الى 125 سنتيمتر مكعب تستوجب البطاقه الرماديه، يعني ليدونتيفيون نتاعها كيفها كيف ما السياره الخفيفه. سي مراد بربي فقط سؤال، هل انه التجربه هذه اللي شرعتوا فيها والمتعلقه بفرض رخصه سياقه على سواق الدراجات الناريه خفيفه الخفيفه المتوسطه وصغيره الحجم بالضبط المتوسطه وصغيره الحجم، هل انه التجربه هذه معمول بها في كل دول العالم ام انها معناتها تجربه تونسيه خالصه؟ ما فيش شك احنا حتى على مستوى خاطر ما تعرف ديما يتبادر او الاذهان التوانسي السؤال هذا، يا اخي زعما كان في تونس ولا فما في دول اخرى صحيح. والاجراء هذا صحيح. متعلق كان بتونس صحيح. وكذا، خاطر احنا ما تعرف اول واحد يطلع يقول لك هذه بدعه تونسية. خلنا نعرفوها بدعة تونسية ولا لا؟ ماهيش بدعة تونسية وإنما معناها على غرار السيارات الخفيفة، على غرار زاد جميع الوسائل اللي هم عندهم الكارت غريز بطاقة رمادية، واللي بطاقة رمادية هي باش تكون زاد كذلك في شيء على الوكالة الفنية للنقل البري. فتباعا على مستوى الدراجات النارية طبعا كما قلنا 49 سنتيمتر مكعب ما تستوجبش باش تكون عندها ليدونتيفيون نتاعها، ما تستوجب كان باش يكون عندك نسخة من بطاقة التعريف وإلا العقد البيع وإلا عقد الشراء. فبالتالي في المرحله الثانيه بالنسبه للمتوسطه تستوجب كونها تكون عندها كارت غريز، فبالتالي زاد كذلك ما تقع العمليه نتاع التامين نتاع الدراجه الناريه هذيك الا ما تستظهر انت بالكارت غريز معناها شهاده التجنيد. اذا معمول بها في الدول ما فيش شك، ما فيش شك، ما فيش شك، ما جبناش قانون نحن بالضبط، ما جبناش حاجه واحد بالعالم. انا سي مراد بلاه نعرفوا الكل وانه سواق الدراجات الناريه انواع اصناف، ثم شباب اللي مرفه عنده دراجه ناريه كبيره معناها باش يتجول بها وغيره، وثم العامل البسيط تلقاه عامل في مصنع وغيره باش يتنقل بها العمل وكذا، فنلقاو انه امكانياته الماديه ربما تنجم تكون محدوده وبسيطه. وربما معناها ما نعرفش حتى القدره انه يتحصل على رخصه سياقه من عند مدارس تعليم وغيره، قد لا يكون عنده ما نعرفش حددتوش قمتوش بتحديد مثلا المعاليم نتاع الحصول على رخصه مراعاة مثلا للفئه هذه وقدرتها الشرائيه وقدرتها على الانفاق معناها ولا ملاحظه قيمه أي. ملاحظه قيمه واخذيناها بعين الاعتبار، لانه اذا كان نشوفوا احنا الامتحان الكل قداش يتكلف، يتكلف في حدود ال 40 دينار، كيفاش مقسم ال 40 دينار هذه 15 دينار للامتحان النظري ثم ال 25 دينار بالنسبه للشهاده بالنسبة لرخصة السياقة. طبعا يلزم بالنسبة لمستعمل الدراجة النارية إلزاميا وفق الأمر عدد 510 يتعدى عن طريق مدرسة لتعليم السياقة اللي هي في نفس الإطار باش تقوم بعملية التواصل ما بين الممتحن وبطبيعة الحال ما بين لاترواتي الهيئة الوكالة الفنية للنقل البري. فبالتالي معناها باش نلقاو احنا عملية زاد لهنا يمكن باش ياخذ هو الأتعاب نتاعك سوكيسور، ولكن إجمالا نجم نقولوا حتى معناها ال 100 دينار ما يوصل المعلومه نتاع رخصه السياقه اللي بالمقارنه مع الدراجه الناريه ولا السياره الخفيفه نلقاو معناها الكلفه نتاع رخصه السياقه تتجاوز بكثير. ولهنا ماذا بينا زاد كذلك نزيدوا ناكدوا بليتو اللي راهو حتى كي باش يعدي هو الامتحان نتاع رخصه السياقه باش يعدي نظريا فقط، معناها ماهوش باش يتعدى للبراتيك، خاطر البراتيك تو قاعدين نشوفوا فيهم احنا الكود فقط على مستوى ولا باش يعدي الكود فقط، وانما الكود احنا كذلك استبقنا على مستوى هيكل وزارة الداخلية اللي متمثلة في المرصد ومكونات المجتمع المدني، استبقنا في إعداد عديد الدورات التكوينية حتى لو كان باش يمشي هو من بعد إلى مدرسة نتاع تعليم السياقة يمكن يعمل حصة وإلا اثنين ومن بعد يتعدى يمشي يعدي الامتحان نتاعو. الامتحان راهو كما قلنا قبيلة راهو ماهوش صعيب، معناها الأبجديات الأولية نتاع استعمال الفضاء المروري. شكرا لك مراد جويني ناطق رسمي باسم المرصد الوطني للسلامة المرورية، شكرا على الحضور. بعد لحظات نمشي لقراءة في الانتظارات الاقتصادية التشريعية.
ثم أيضا السياسية من سنة 2024 في الجزء الأول. ضيفنا باش يكون حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود، وفي الجزء الأخير أحمد شفتر الناشط السياسي. نستقبل بعد لحظات حسام الدين الحامي بعد هذا التقرير لإسكندر العلواني. تحمل سنة 2024 العديد من المحطات السياسية والانتخابية من أجل استكمال المسار المؤسساتي، على غرار تركيز الغرفة الثانية البرلمانية والتي من المرجح تركيزها في شهر مارس 2024 بعد الانتهاء نهائيا من الانتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم. كذلك تعتبر المحكمة الدستورية من أوكد المؤسسات الضرورية من أجل استكمال المسار المؤسساتي حسب ما ينص عليه الدستور 2022. وينتظر التونسيون في أواخر سنة 2024 الانتخابات الرئاسية في فصل انتخابي جديد تسعى من خلال هذه المحطة العديد من الأحزاب السياسية الانطلاق من جديد لتوحيد صفوفها والتشكل من أجل هذا الاستحقاق الانتخابي وترشيح شخصيات وطنية ترى فيها قدرة على تحمل المسؤولية والانطلاقة الجديدة لآفاق 2024-2029. سعيدة باستقبال حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود، أهلا وسهلا بك. مساء النور. أهلا ملاك ومرحبا بكل مستمعين ومتابعين قناة التاسعة. شكرا لك على تلبية الدعوة. خلينا نبدأ وسع ائتلاف صمود تبدل على حكينا فيه قبل مكوناته ونضفت لها أطراف أخرى أسماء أخرى، شكونوا توا ائتلاف صمود؟ ائتلاف صمود كما تعرفوه كما هو اليوم، يعني هو مجموعة من الجمعيات وشخصيات وطنية وبعض المستقلين، وما تبدل حتى شيء. بالعكس احنا ديما العمل تاعنا مع شركائنا يخلي العباد ساعه ساعه تصير كي كونفيوزون. احنا بالطبيعه نتعاملوا مع برشا منظمات مجتمع مدني، نتعاملوا مع برشا احزاب، والهدف بالطبيعه هو في اطار تجميع القوى الديمقراطيه والمدنيه. دونك فما منتدى القوى الديمقراطيه اللي هو يتكون من ائتلاف صمود، من المرصد الوطني للدفاع عن مدنيه الدوله، جمعيه تونسيه من اجل الحقوق والحريات، جمعيه المراه والرياده، الحزب الاشتراكي، حزب افاق تونس، المسار، حزب المسار، حزب الاجتماعي التحرري، ومجموعه من الشخصيات الوطنيه، معناها تقارب 50 شخصيه. تجربه فريده في انه العمل يكون مشترك بين الاحزاب، بين المنظمات وبين الشخصيات. تجتمعوا حول ماذا حسام الدين الحامي؟ هو الحقيقه الاجتماع هذا صار بعد 25 جويلية. تعرف ائتلاف صمود في مرحله اولى مشى في مسنده 25، ولكن طول الوقت لقينا روحنا مختلفين اختلاف تام على تصورنا للمنظومة السياسية، تصورنا للمنظومة الانتخابية، تصورنا لوضعية الحقوق والحريات، تصورنا للشأن الاقتصادي وكيفية إدارة الشأن الاقتصادي. لقينا روحنا في هالمجموعة هذه تقريبا نتقاسم معها تقييم متشابه في يعني راو روحنا معناها نختلف اختلاف تام مع هذه المنظومة بعد ما كما قلت لك مشينا في نوع من المساندة. وبالطبيعة أيضا فما الرباعي التنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية اللي هي فيها حزب العمال، فيها التيار الديمقراطي، فيها التكتل والقطب. صار تقارب في الفترة الأخيرة، بدينا بحكم أنه معناها المناخ يشجع على التجميع. الحقيقة مناخ صعيب، مناخ حريات، فما نوع من الخوف قاعد يستنستال، فما نوع من خلينا نقولوا من الناحية الحقوقية عديد الإيقافات، عديد يعني بصفة عامة خلى أنه نقولوا اليوم يلزمنا باش نقفوا مع بعضنا لا لشيء، لتغيير هذه المنظومة. نحبوا منظومة أكثر ديمقراطية فيها تعددية تقبل الرأي والرأي المخالف، نحبوا منظومة فيها الإمكانية أنه حرية التعبير تكون موجودة وعند المواطنين كما زاد عند السياسيين كما عند الصحفيين كما عند الناس كل. هذا مشروع فيه، وبالتالي قلنا اليوم معناها الوضع يطلب منا أنه يصير التكتل أو التجمع حول مجموعة من القيم والمبادئ، ولكن أيضا خاصة ملاك في إطار صياغة بدائل. مثلا تو كي نقولوا احنا مثلا هالمنظومة هذه اللي قاعدة المجالس المحلية والقرعة هذه احنا بالنسبة لنا ماهوش الثنية الصحيحة بالكل. علش. وبالتالي لا خليني نكمل لك شنو، لكن هاتي أحزاب مختلفة من ناحية السياسية عندهم تصورات مختلفة. الفكرة هي ساعة إجا ساعة نتفقوا مع بعضنا على تصورنا للإصلاحات الممكنة، كيفاش نراه احنا مثلا نقولوا
غرفتين على تونس برشا. اي كيفاش نعملوا؟ لازم غرفه واحده. كيفاش تكون هالغرفه هذه باش تكون فيها تمثيليه حقيقيه للشعب التونسي؟ كيفاش نعملوا باش انه الشعب التونسي ينخرط في الانتخابات ويمشي باعداد وافره ويهتم بالنسبه ليه، ما يوليش فما يعني وكانه هذه المجالس هي معناها خلينا نقولوا تلعب دور ثانوي في المنظومه السياسيه، بما انهم هذوما يتسموا نواب شعب. نحبوا نواب شعب تكون عندهم مشروعيه كبيره، نحبوا نواب شعب عندهم يعني في جهاتهم عندهم شعاع كبير. هذا ما راهوش في المنظومه هذه، وبالتالي قاعدين نصيغوا مع مجموعه من الخبراء معناها في القانون، وايضا مجموعه من الخبراء في الاقتصاد، في اطار لجان مجموعه من التصورات من البدائل نقدموها للشعب التونسي. معناها لانه احنا نعتبره دائما وما نسيناش انه الشعب التونسي هو اصل يعني صاحب السياده الاصلي، وبالتالي في تفاعل وفي محاوله لايجاد مخارج لهذا الوضع. هل بدائل هذه هل باش تقدموها في اطار هل التجمع اللي ذكرته لي والمكون من هذه الاطراف فقط من اجل تقديم بدائل من موقعكم كائتلاف صمود، ام انه باش تقدموها في اطار ربما مشروع سياسي يكون منظم، يكون يعني فيه مختلف التوجهات، يكون عنده لون زاده معين، ويكون عنده مرشح ايضا للرئاسيه؟ نجموا نشوفوها البدائل هذه تتبلور اوترومون؟ شوف حسام الحامي، شوف اول حاجه نحب ناكد فيها وهذه ديما خاطر القاعده تصير كي لما القام، ائتلاف صمود في قانوننا الاساسي كل عضو في ائتلاف صمود غير معني بأي نوع من الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية أو غيرها. احنا بما أنه مجتمع مدني صحيح نهتم بالشأن السياسي، نحب نكونوا فاعلين فيه، لأنه كمواطن فما سكون أبل لافي سيتويان، كي نراو الأمور مش عجبتنا من حقنا نعطيو رأينا، ولكن احنا معناها بشكل تام ونهائي غير معنيين بأي نوع من أنواع الانتخابات ولا بدعم أي مرشح للانتخابات القادمة. لا معناها غير المعنيين احنا في اشخاصنا، يعني انا كحسام الحامي ولا اعضاء الائتلاف لا يترشحوا ولا يقدموا رواحهم في مناصب ولا يلعبوا الادوار هذه. دورنا تجميعي، سيت اون بلاتفورم دو ريفليكسيون، سيت اون بلاتفورم دو ترافاي كومان في اطار العمل المشترك مع القوى الديمقراطيه. هدفنا انه افكارنا ومبادئنا هي اللي تخلط. احنا بالنسبه لنا مش مشكله، وهذا باش نحيو نهائيا مساله انه ائتلاف يعمل في عمل سياسي باش يلوج بلايصه، وهذا قلناه رانا عديد المرات، ولكن هانا نزيد نذكر هذه النقطه الاولى. بالنسبه لنا احنا الاحزاب الديمقراطيه احنا نراو انه عكس ما يراه البعض انه اليوم انتهت منظومه الاحزاب، وانه يكون فما فكر واحد وتصور واحد ويعني راي واحد، وهذا هو هذا هي المنظومه الجديده. احنا بالنسبه لنا بالعكس الاختلاف هو الرحمه. الاختلاف كي يبدا فما راي وراي مخالف، حتى المنظومه نتاع الحكم كي تبدا فما راي قاعد ينقد فيها وقاعد يوري لها في العوار نتاعها، راه هذا ما نجم يكون كان حاجه ايجابيه. وبالتالي تصورنا انه الاحزاب لها دور تلعبه صحيح، فما احزاب ما كانش في المستوى اللي كنا ننتظروه في العشريه السابقه، ولكن فما احزاب اخرين مناضله يمكن ما نجحتش في انها تاخذ المكان نتاعها في المشهد السياسي. وانا نرى انه الاحزاب هذه بالحق اليوم فرصه، خاصه كي نخدموا عمل انستيتيوشنال، نخدموا مع الخبراء، نخدموا مع اهل الذكر واهل المعرفه باش نجموا نخرجوا بدائل بالحق من ناحيه ساعه تقنع الشعب التونسي، ولكن مش يكفي ان تقنع الشعب التونسي، يلزمها عندها قدره باش ما جاوبتنيش على مساله دعم شخصيه بعينها او الوقوف وراءها من قبل ائتلاف صمود، تو فهمنا الجانب اللي قلت لي حتى حد من لانه احنا قلنا اعضاء الائتلاف ما هو معني. لكن في المطلق لسباق 2024 احنا ايش قلنا؟ قلنا انه بالنسبه للرئاسيه شفنا السيناريو نتاع 2019 انه عديد الناس قدمت وكانت فما تشتيت للاصوات. قلنا المره هذه بالنسبه للقوى الديمقراطيه مش معقول انه يتقدموا عديد المترشحين، خاصه كي يكونوا حاملين نفس الفكر ونفس البرنامج ونفس المشروع، وهذا ما يلزموش يتعاود لانه يكون مضر، خاصه وانه اليوم مناخ الحريات كما قلت ملاك مناخ الحريات قاعد يتقلص، وبالتالي هو بالحق احنا كنا نقولوا ما يلزمش يتقدموا برشا مرشحين. اليوم بصراحة اللي قاعدين نشوفوا فيه وحسب نقاشاتنا مع العباد وكل وكأنه هالمسألة هذية معناها بطبيعتها مش باش تقدموا برشا مترشحين، يعني فما معناها احنا نحكي على لي كونديدا في الرئاسية تحكي في الرئاسية، يعني فما دو موان زو موان عباد يراو رواحهم. احنا شفنا فاضل عبد الكافي كيفاش انسحب كومبليتمون من الحياه السياسيه، شفنا عبير موسي اللي هي موجوده اليوم في السجن، يعني هذوما لي كونديدا اللي بدينا نشموا انهم ينجموا يقدموا رواحهم. فما دي كونديدا اخرين هما كل مواطن عنده الحق بالطبيعه يتقدم، لكن
راو انه اكثر فولكلوري، معناها الترشح نتاعهم انه معناها عنده نوع من الجديه، وبالتالي وكانه لي كانديدا اللي نجموا يلعبوا دور مهم واللي نجموا يكون عندهم قدره على التغيير وعن التجميع الى غير ذلك، بشوي بشويه بهالمناخ هذايا ماهوش به مناخ ماهوش يشجع انه العمل السياسي باريحيه، فما برشا خلينا نقولوا على الاقل فما برشا معناها انزعاج من السلطه في كل ما هو نقد في كل ما هو تصور، وبالتالي فما نوع من التراجع، هو من فما تراجع ديجا حتى في حريه التعبير، فما تراجع ايضا في حريه العمل السياسي، ولكن ايضا فما تراجع هذا بطبيعه فما مناخ كامل يخلي انه فما تراجع تام عن العمل السياسي، وخاصة فيما يخص أنه عبد يجي يقدم روحه أمام رئيس الجمهورية الحالي اللي هو بيدو صرح وقال لن أسلم الحكم إلا للوطنيين، يعني تقييم هذا كيفاش إذا كان هو الرئيس باش يكون كونديدا في 2024 كيفه بقيت كونديدا يزم يكون عنده نفس الحظوظ باش ينجم تكون اللعبة نزيهة وفيها نوع من التوازن. كيف كيف كي نشوفوا أنه القضاء اليوم يعيش تحت ضغط كبير، وانه المرسوم 10 والمرسوم 35 اللي يسمح للسلطه التنفيذيه بطرد اي قاضي دون المرور بالمجلس الاعلى للقضاء، دور انه دون ان يكون لهؤلاء القضاة انهم الحق انهم يلتجئوا للمحكمه الاداريه، وشفنا بالنسبه لحاله القضاة اللي وقع عزلهم انهم حتى كي ظلموا المحكمه الاداريه ولقاوا يعني حكم يسمح لهم مؤقتا لانه القضيه مازالت تنكور انهم يرجعوا يباشروا، السلطه التنفيذيه رفضت هذا، وبالتالي هالمناخ هذا الكل يخلي انه العمل يكون اكثر على البدائل وقت تقرب الاشيونس، خاطر توا لحد الان ما نعرفوش احنا فما انتخابات وفماش هذايا مازال مش واضح، ولكن كي تقرب الاشيونس نمشيو اكثر في نشوفوا لي كانديدا سيريو كان مازالوا موجودين يعني خارج برا كيما نقولوا احنا في الحريه، وقتها بتاتر نشوفوا شكون الاكثر وندعموه احنا وبقيه المنظمات الجميع. تقول لي علاش عمل برلماني بغرفتين؟ كلمه اخرى بطبيعه، لكن بطبيعه شريطه ان يتوفر مناخ انه تكون فما ايزي دستوريه معناها هيئة منتخبة معناها ولا هيئة انتخابات دستورية منتخبة، بطبيعة أنه يصير بطبيعة أنه القضاء ترفع عليه هذه المراسيم يولي عنده نوع من الحرية باش ياخذ القرار اللي هو يراه حسب القانون، وأيضا بطبيعة إذا كان يقع إطلاق يعني المعتقلين السياسيين والمنافسين خلينا نقولوا البوتنسيال انت في الرئاسة. تقول لي علاش عمل برلماني بغرفتين وعلاش نشدتوا في الجهد هذايا على مستوى غرفتين؟ بكل قال شنو البدائل المطروحة اليوم؟ الانتخابات المحلية أجريت قبلها التشريعية، موجود البرلمان أو الغرفة الأولى في انتظار الغرفة الثانية واستكمال هذا المسار الانتخابي التشريعي، شنو البديل اللي عندكم اليوم؟ احنا بتبع تعرف انت ملك، احنا كنا اصدرنا عريضة فيها تقريبا 261 شخصية من وطنية وجهوية، ايضا فما حتى شخصيات من الجهات، فما من النقابين، فما من الجامعيين، فما من أساتذة القانون، فما عديد الاطراف اللي شاركت كمواطنين، لكن بتبع فما رؤساء احزاب، منظمات، جمعيات الى غير ذلك. احنا اش قلنا الانتخابات هذه من الاول المسار هذايا راهو ماهوش مسار قاعد يجلب في تحمس الشعب التونسي، كي نشوفوا نسبه المشاركه في الانتخابات التشريعيه ونشوفوا انه حتى الاحزاب اللي هي مسانده ل 25 نذكر منها حركه الشعب مثلا، التيار الشعبي، حركه تونس الامام، كلهم طالبوا بتاجيل هذه الانتخابات المحليه، حتى خلينا على الاقل نفسروا للتوانسه هالانتخابات هالمجالس باش ينتخبوهم شو دورهم، لانه انت تعرف اليوم الانتخابات حدثت ولكن دور هذه المجالس يعني قانون اساسي ينظم هذه المجالس ويحدد صلاحياتهم الى حد الان غير موجود، وبالتالي الناس مشات ترشحت وقدمت وعود للتوانسه اللي هما ما مشاوش بعدد كبير الحقيقه، معناها النسبه ضعيفه برشا، ولكن خلينا نقولوا انه الناس اللي تحركت مشاو انتخبوا على برامج اللي هي معناها ماهيش مضبوطه، تنجم يكون هو على نيته راهو معناها المترشح قال كلام لكن الكلام هذاك ماهوش قادر باش ينفذه لا لي شيء، لانه وقت يخرج القانون الاساسي تظهر هذه خارج الصلاحيات نتاعو، ماهيش تابعه. شفنا حتى الناس تحدثت على تغيير قوانين في المحليات، معناها يعني كان نوع من اللغط الكبير، وهذا يقولوا يا سيدي اي حتى ولو المنظومه معناها شاده صحيح تحب تعديه المشروع هذا، يعني ليش ما كناش نعطيو الوقت ساعه باش نفهموا المواطن شنو دور هالمجلس المحلي؟ ثم كيقولوا لانه فما عنوان كبير في الدستور، فما عنوان كبير يقول انه التنميه، لكن ما نعرفوش كيفاش التنميه، التنميه اذا كان هالدور التنموي هذا اللي باش نعطيوه للمجالس المحليه
علاش مش عندنا مجالس بلديه منتخبه نعرفوا دورها وعندها قانون اساسي؟ ما كان يضر انه نجيو للمجالس البلديه اللي هي على المحليات ايضا على نفس الرقعه الترابيه ونعطيهم هالصلاحيات التنمويه هذه، نضيفوا لهم صلاحيات جديده ولو انه هي المجالس البلديه عندها دور تنموي محلي بطبيعتهم، ولكن نقولوا فما اضافه، فما فكر جديد ما يسالش، هات نضيفوه هالفكر هذا ونعطيوه للبلديات، يولي المجلس المحلي اللي هو المجلس البلدي عنده الصلاحيات القديمه نتاعو ونضيفوا له صلاحيات جديده، وتولي حتى في المجلس البلدي خاصه انه القانون البلدي تبدل، معناها القانون نتاع البلديات انتخابات البلديه تبدل، وكان يولي فما حتى تصعيد المجالس الجهويه وما الى غير ذلك، ما غير ما نعملوا دوبل امبلوا، زوز انتخابات محليه، التونسي ماشي جاي على الانتخابات كل عام وتوا هذه انتخابات فيها دورتين، توا مازالت عندنا ان دوزيام تور، فلوس نتاع المجموعه الوطنيه قاعدين نخسروا فيه، معناها المواطن قاعد يمشي الحاجات يعمل فيها ولكن مش فاهمها، وبالتالي هالضبابيه هذه كلها احنا نقولوا نحبوا مشروع نتاع نظام سياسي واضح بسيط، غرفه واحده، مجالس محليه ولا بلديه نسميهم كيما نحبوا، المفيد تكون مجالس واحده مش على نفس الرقعه الترابيه زوز مجالس، باش تولي تشوفوا انه هالزوز مجالس على المستوى الوطني والزوز المجالس على المستوى المحلي باش تبدا فما تنازع صلاحيات وباش يولي فما لغط وباش تولي فما منافسه وباش يزيد يعطل العمل التشريعي ويزيد يعطل زاده العمل يلا. في المستوى اسئله المحللين تفضل سي حسين مرحبا بك. الحقيقه انا نحب نتفاعل معك في بعض النقاط اللي اثرتها في كلامك. شكرا. اولا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسيه، الحقيقه انا نرى انه من المفارقات العجيبه الغريبه في تونس انه فما ناس معناتها اعتبرت قرارات واجراءات 25 جويلية انقلابا وتقريبا قاطعوا كل المحطات التي تخللت هذا المسار من استشاره وطنيه. حتى احنا قطعنا الاستشاره بالضبط، لا نحكي خاصه على المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسيه، معناتها فما ناس اعتبروا 25 جويلية انقلاب، قاطعوا كل المحطات التي تخللت هذا المسار من استشارة إلى الاستفتاء على الدستور إلى الانتخابات التشريعية وآخرها كذلك انتخابات المجالس المحلية، لكنهم في نفس الوقت يعلنون تقريبا تهافتهم على إعلان الترشح للانتخابات الرئاسية. أنا الحقيقة هذا من لا فما ناس عبير موسي تعتبر أنه هذا المسار غير شرعي، انه هذا رئيس غير شرعي، انه اللي صار غير شرعي، ولا وتقاطع كل المحطات تقريبا من استشاره الى استفتاء الى انتخابات تشريعيه وانتخابات مجالس محليه، ولكنها تعلن من اول الناس تقريبا على ترشحها للانتخابات الرئاسيه، باي منطق؟ انا الحقيقه اعجز على تحليل وتفكيك التناقضات هذه. لا ما يسالش، خلينا نكمل وجاوبني فرد مره كان تحب قايد سي حسين. ما عنديش ورقه. الحاجه الاخرى فيما يتعلق سالتك مالك على مرشح ائتلاف صمود للانتخابات الرئاسيه القادمه. يا سيدي حتى كان ما تعطينيش مرشح بعيني، اعطينا على الاقل المرشحين المحتملين او المفترضين من قبلكم انتم. المرشح نتاعنا احنا يعني من ائتلاف صمود. لانه شنو هدف صمود؟ هو انكم تجمعوا ما تسمونه بالقوى الديمقراطيه. طيب. والالتقاء على ارضيه انه يكون فما مرشح واحد للعائله هذه. اعطونا على الاقل ما يتبادر في اذهانكم انتم اليوم، شكون تراو انه قادر انه يمثل العائله الديمقراطيه اللي توصفوها انتم بالعائله الديمقراطيه، خاصه ولو انه فما حسيت في كلامك فما مغالطه سي حسام لابد من تصحيحها، وهو فيما يتعلق بقولكم انه فاضل عبد الكافي انسحب من الحياه السياسيه. انا بحسب البلاغ اللي قريته واللي صدر على الفاضل عبد الكافي اعلن استقالته من حزب افاق تونس، وبالتالي الاستقالة من أفاق تونس لا تعني الانسحاب من الحياة السياسية، وكأني قريت في كلامك ولكن سي حسين وين هو انكم انتم تحكيوا على انسحاب الفاضل عبد الكافي من الحياة السياسية وكأنكم تحبوا تستحفظوا عليه للحظة ما باش ما تحرقوش على بكري في الانتخابات الرئاسية، لأنه أنا بحسب المعطيات المتوفرة عندي على الأقل فاضل عبد الكافي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية. النقطة الثالثة فيما يتعلق في اختار انا تو لا انا بحط معك اختار في الحكايه، لكن ما ترشحش اكمل بيه يلا هو شخص مالي بالامر مش على اللي سير. النقطه الثالثه في صعب ربي مالك فيما يتعلق ما عندوش ورقه وسيله باش يقعد خلينا نجاوب على السؤال الثالث. السؤال الاولاني نتاعك علاش ناس ترفض
هو راه فيه فيه معناها جزء موضوعي برشا، هو انك ترفض المسار هذا وترفض الانتخابات الكل التشريعيه والمحليه الى غير ذلك، ولكن تمشي الانتخابات الرئاسيه. ها باش نفسر لك علاش. على خاطر اول حاجه النظام السياسي اللي تحط جديد رياض هو نظام رئاسي، وانه اللي عنده الحق باش يبدل الدستور. خاطر حتى كي عبدي اش معناها انا توا رافض المنظومه؟ مش ما رافض الاشخاص، انا رافض انه الانتخابات تصير بالطريقه هذه، انه النظام انه الرئيس يكون عنده صلاحيات هذه، انه الحكومه عندها صلاحيات هذه، انه البرلمان يكون عنده الصلاحيات اللي موجوده، انه المحكمه الدستوريه اللي هي مازلنا نستناو فيها لا نحب نبدلوها. كيفاش نبدلها؟ نعمل كيفاش معناها؟ فما زوز طرق، فما طريقه سلميه عن طريق انه يخلط انسان يكون حامل لمشروع اصلاحي، تصور تغيير النظام السياسي، تغيير النظام الانتخابي، يقدمه الشعب التونسي. ثم وقت ياخذ الحكم يقول انا راني معناها كيفاش نقولوا نوعد الشعب التونسي انه كان وصلت للحكم راني باش نبدل الدستور بهذه الطريقه عن طريق الاستفتاء، راني باش نبدل القانون الانتخابي عن طريق الطريقه هذه. دونك نقعدوا في المجال الديمقراطي، ما فماش طريقه اخرى ابار هذه انه تبدل. يعني اي انسان تكون عنده حقيقه تصور مختلف لهذا التصور او لهذه المنظومه ما ينجم يبدل ريالمون لي زوتي اللي عنده في يده. شنو هو؟ انه يكون عنده القدره انه يمر على الشعب التونسي، لانه شكون صاحب السياده في الاخر؟ الشعب التونسي. اذا كان الشعب التونسي قبل يقول لك هذا نحبه انا يترأسني، ويقول لك انا المشروع اللي قال لي عليه انا اقتنعت به، ظهر لي واقعي ولا ينجم. فما ناس تقتنع وناس لا. في كل الحالات تغيير المنظومه اليوم ما ينجم يكون، احنا شكون قلنا انه النظام السياسي الجديد لو سونتر دو غرافيتي نتاعو هو رئاسة الجمهورية. المنظومة القديمة سونس دو غرافيتي كانت في البرلمان، وذاك علاش كانت الناس تتهافت على البرلمان، ورئاسة الجمهورية كان عندها نوع من الجاذبية ولكن مش بالدرجة اللي هي اليوم. وبالتالي أي تغيير في المنظومة السياسية ما نجمو نتعداو إلا عن طريق الوسائل الديمقراطية، عن طريق ولكن فما قلت أنا الملك يلزم فما تكون شروط. إذا كان فماش شروط نتاع الناس الكل تخرج من نفس الخط الانطلاق وتكون عندها نفس الحظوظ، تولي وقتها لعبه بيزي. وكذا كان لعبه بيزي وقتها ما عادش يمشي حتى حد. سي حسام اللي راهو الناس هذوما على الاقل من بين الحاجات اللي يلوموا فيها على السيد رئيس الجمهوريه، يقول لك انه وصل للسلطه، وصل لرئاسه الجمهوريه بمقتضى دستور 2014، ومن ثم غير الدستور كليا وعمل استفتاء وصوت عليه الشعب التونسي. اليوم هل من المنطقي في شيء بالنسبه لهم هما على الاقل بمنطقهم هما انك تقول راهو انا باش نوصل لرئاسة الجمهورية بمقتضى دستور 25 جويلية وراني كي باش نوصل باش نبدلو؟ دونك انت اللي تلوم فيه على رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد باش يمارسوه نفس الأطراف اللي يلوموا أصلا على رئيس الجمهورية الشيء هذاك. الحقيقة فما تناقض كبير، فما تناقض كبير، فما تناقض كبير. لا همش قول وليك فين لا أمكان ينتقد في الدستور بشدة ويعتبر أن الدستور هذاك كاد أن يفجر الدولة من الداخل وحكي على مسألة رئاسة الثلاث وانتقدها بشدة في الكثير من الأحيان. الرئيس قال نعمل استشارة والشعب يريد. الشعب في الاستشارة الجزء البورسنتاج الكبير قال اصلاح الدستور تقريبا 37%، واللي اقل 33% هم اللي قالوا تغيير الدستور. اما شنو قال الرئيس؟ مشى في تغيير الدستور. الشعب في الاستشارة طالب بتغيير النظام السياسي الى نظام رئاسي، وبالتالي يولي من الضروري انك تغير كل الدستور. لانه هو تقريبا في الدستور، خلينا نكونوا موضوعيين سي حسام، شنو تبدل؟ تقريبا راهو بالنسبه لباب الحقوق والحريات تقريبا راهو حافظنا، بالعكس طورنا مكان في دستور 2014. شنو اللي تبدل؟ تبدل الصلاحيات اللي بمقتضاها يتم تغيير النظام السياسي. الشعب طالب بنظام رئاسي، وبالتالي كان من المفروض على رئيس الجمهورية انه يقترح دستور بتلك الشكل، وفي نهاية الامر صوت عليه الشعب. يا سامحني باش نوضح، النظام الرئاسي اللي تحكي عليه راهو موجود في امريكا. في النظام الرئاسي الرئيس ما ينجمش يشرع. النظام الرئاسي الرئيس راهو ما ينجمش يطرد القضاة. في النظام الرئاسي راهو الرئيس ما ينجمش يعزل قاضي ما غير ما يتعدى على المحكمه. راهو اللي تحكي عليه انت هو نظام رئاسي موجود، الديمقراطيه الكبيره الوحيده في العالم. مش من حق تونس يكون عندها ديمقراطيتها الخاصه، مش من حق التوانسه يكون عندهم منظومتهم اللي تراعي خصوصيتهم وطبيعه تفكيرهم وشنو هم يحبوا. لا انت علاش احنا ديما احنا نمشيو للتجارب المقارنه، فرنسيس المان امريكان اي كل لا دوله عندها ديمقراطيه وعندها خصوصيتها. وين المشكل؟ نقارن انت ولكن لا تفرض. انت عرفت لك النظام الرئاسي اللي في العالم هو النظام الامريكي اللي نعملوا فيه احنا مش نظام رئاسي. دونك الرئيس ما مش قاعد يعمل في نظام رئاسي، احنا نعتبروه رئاسوي. احنا اخترنا نظام خاص بنا احنا في صمود نعتبروه رئاسوي، بما انه ما فماش نظام انه الرئيس ما فما حتى اليه لمراقبته ولا لمحاسبته
ولاني حتى سحب الثقه منه. وبالتالي كيفاش باش يراقبوا الشعب التونسي في نهايه الامر؟ فما انتخابات، كيفاش نخرجوا للشارع الشعب يعني؟ لا للشعب التونسي بالديمقراطيه وبالصندوق. يعني الشعب التونسي اليوم اذا مش راضي على الخطوات التي اقدم عليها رئيس الجمهوريه، اولا راه ما صوتش على الدستور في الاستفتاء، وثانيا فما 30% ريال 3 ملايين تقريبا الاستفتاءات في كل دول العالم. هذيك هي لا بالعكس باش نكونوا موضوعيين. ثم فما انتخابات رئاسيه، ما فما انتخابات رئاسيه اذا الشعب ما حاجتوش برئيس الجمهوريه قيس سعيد ما يصوتلوش. انت رشح يعمل لنا انت رياضه انا معاه كما عملوا لنا لي كونديسيون باش تصير انتخابات رئاسيه. تو تجيش انا فيك الخصام وانت الخصم والحكم، رئيس هو يعين اعضاء ليزي ولا باش نسالك انا والاعضاء هذيا هي اللي باش من بعد تراقب الانتخابات اللي هو رئيس معينهم. ما هو بالنسبه ليزي مشكوك في الدستور الجديد، الدستور الجديد يقول لنا نتائج المشاركه 11%. انا هنا باش نسال لا ليش تدخل في النتائج من حيث النزاهه والمستقبل. انا باش نسالك انا على ليزي من زوز اسئله، هما منهم ليزي في حديثك حكيت وانه لابد معناها وانه يتم انتخاب اعضاء الهيئه المستقله الانتخاباتي. مازالوا دقيقتين ميساش نزيد. انا معاك معناها ربما سؤال مباشر. اي مانيش راضي 100% على الاداء نتاع ليزي الحاليه، كيف كيف زاد ليزي المنتخبه السابقه خلال العشريه الماضيه زاد الاداء نتاعها كان كارثي، وشفنا هيمنه حركه النهضه على الهيئه المستقله للانتخابات، وشفنا تغاضي الهيئه هذه على المال السياسي اللي كان يدور في الفتره هذيك وعلى التجاوزات والخروقات. وفي اوروبا شفنا صناديق اقتراع تبات في دار رئيس المركز وغيره وكذا. فاعتقد انه حتى الانتخاب فيه مشاكل كبيرة. ما نعرفش كان عندكم تصور آخر لعملية الانتخاب نتاع أعضاء ليزي. حب بعجالة سؤال آخر يتعلق بتحالفات صمود. أي صمود على التحالفات. أي لا معناها أنتم سنتوا 25 جويلية، معناها بلغة أخرى مقاطعين ما قبل 25 جويلية. فنلقاوكم متحالفين مع حزب أفاق تونس اللي هو جزء من منظومة العشرية السابقة. كيف كيف قلتوا باش تقاربوا مع التكتل ومع جماعة أخرين اللي هو جزء من العشرية السابقة. فأعتقد قد وانه لو مثلا يطالب شخص وانه تلاف صمود يتحالف مع الدساتره ويرفض مثلا حليف من حلفائكم تكتل او حزب العمال او غيره، فما نعرفش تحالفاتكم على انا اساس مبنيه معناها. يجاوبك على زوج اسئله تفضل. انا ساعه قبل كل شيء نحب بطبيعه مادام اليوم معناها جيت وجاتني الفرصه نحكي شويه نعبر على يعني معناها مساندتي للصحافي زيد الهاني بعد اللي صار اللي هو معناها سابقه في تاريخ تونس، لانه البقيه الكل صارت معناها حول الايقافات ديما نوع من الضبابيه وتدخل من ساعه ساعه هاو تامر على الامن. اليوم واضح انه زياد الهاني وقع ايقافه على مجرد وصف. فما ناس قالوا هو ثلب، انا نعرف انه كي واحد نقول فلان راهو سارق، فلان راهو مثلا متحيل، هنا نوليو دخلنا في السبب. اما كي واحد يقول كازي ولا يقول معناها في كلمه نتاع غضب، انا لا اعتبر هذا معناها معناها كلمه اللي هي تدخل في مجال السلب والسب. وانا سمعت رياض قبيله كيتكلم على مساله انه وعجبني انه يقول لك نحترم النساء، وانه حتى بالطبيعه الوزيرات هذه نساء في الاخر. هو راهو معناها معناها المسؤول هو قبل ما يكون راجل ولا هو مسؤول ساعه. ولكن انا كنت من رياض نسالك انت شنو رايك معناها كان زياد الهاني جبد على قاضيه وقال عليها هي الزانيه ومن بعد القضاء بره، كيفاش زعما كيفاش كانت تنجم تكون الرياكسيون مع زياد؟ سؤال اذا ما سماهاش انا بيدي ما نجمش نعرفها. لا ما سماهاش، اذا ما سماهاش اذا هو يحكي لا مش صحيح. لا مش صحيح، هذا تبرير. انا ناكد لك مش صحيح، هذا تبرير. انا فاهمك شو تقصد، انا كلامك انت ما تعتقده انت غير صحيح بالمره. كيف غير صحيح بالمره؟ على كل حال مثلا اذا زياد الهاني احكي على رجل ولا ووصفه بالفاظ معينه او اوصاف معينه او اتهمه بشيء معين دون ان يسميه، برا لو انت وقتها في شكون يقصد؟ وقتها ما فما حتى واحد. انت تعرف بطبيعته حتى على مستوى التشكي والتقاضي لازم يكون عندي السيفه والمصلحه. انت كيف تقول مثلا فلان فلاني سارق دون ان تسميه؟ شكون قال اللي انت تحكي مثلا على اكس؟ الا كي يبدا فما تعرف العدالك اكس واحد على كل حال. لكن هو يحكي بصفه دقيقه وواضحه على وزيره التجاره. لكن اش قال؟ قال كازي. يعني شنو كازي؟ معناها كلمه، هل هي كلمه مثلا خارجه على انت تعرف اللي فما كلمات تونسي اقل من هكذا بكثير استعملت ضد نشطات ولا ناس في احزاب ولا منظمات وجمعيات وقامت الدنيا ولم تقعد وعرايض وبيانات وجمعيات حقوقيه واسميه واللي تحب. انا معاك. دونك علاش الكيل بمكيالين؟ علاش وقت اللي
يتعلق الامر بوزيره لانك تختلف معها سياسيا قريب معناتها مش يستبيحوا دمها. زاد مش معك يا اخوي المبادئ لا تتجزا. خليه يجاوب على المبادئ. انا معاه بطبيعه انه كل واحد يحترم الناس الكل، ولكن وتصير الاخطاء تصير، اما سلب الحريه لصحافي خاطر قال كلمه دو ترافير انا جو سوي كونتر. الكلام ما يسلبش الحريه خاصه كي ما فيش سلب ولا وصف فما كلام اخطر من رصاص. فما كلام اخطر من رصاص. تسفير الشباب الى بوار التوتر وبدا بكلام اغتيال السياسيين في تونس. شكرا بالعيد محمد. شنو المواضيع اخرى بكلام في مساجد حاضر. يلا يلا نختموا مع شوي كلمه على ليزي. ليزي هذه الموجودة حاليا راهي ماهيش دستورية. الدستور تاع 22 ينص على إيزي فيها تصاعدة، والقانون الأساسي تاعها مش موجود، يعني ما فماش معناش إيزي منتخبة باش نجم تكون قبل الانتخابات الرئاسية. تعطيني صيغة معناها نتاع إيزي أخرى معناها ما توقعش في الأخطاء اللي وقعت فيها من إيزي اللي قبل 25 جويلية. مرة أخرى هذه ما نجمش فما إمكانية حتى على التحالفات الصومود. وبالنسبة للمسألة معناها الانتخابات القادمة ما تنجم تصير انتخابات رئاسية ويشاركوا فيها القوى الديمقراطية إلا ما فما عدد من الشروط منها أنه تفهم تكون فما إيزي منتخب. شكرا لك حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صومود، شكرا على تلبية الدعوة. بعد لحظات أحمد شفتر الناشط السياسي يكون ضيفنا بعد هذا التقرير. الإسكندر علواني. طرحت سنة 2023 تحدي كبير على المجال الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بعد مماطلة صندوق النقد الدولي منح تونس قرضا لتمويل ميزانيتها، فجاء قرار التعويل على النفس حيث تمكنت من تسديد عدد من القروض في آجلها وتقليص الدين الخارجي. ورغم هذه المؤشرات فإن عدد من الخبراء الاقتصاديين يقرون أن التحديات الكبرى ستضفي بظلالها في سنة 2024. فعلى المستوى الاقتصادي ظلت مجموعة من القوانين المكبلة للمبادرة والابتكار من أبرز التحديات، فالعديد من القوانين محتاجة للمراجعات والتنقيحات من أجل بسط مناخ سليم للاستثمار. ومن بين التنقيحات المطروحة على طاولة مجلس نواب الشعب مجلة الاستثمار التي تحتاج لتنقيحات بهدف التشجيع على التصدير والترفيع في القيمة المضافة والقدرة التنافسية، كما تطرح مقاربة إصلاح الإدارة عدد من الإجراءات من بينها مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي يوصف بكونه عامل تعطيل في اتخاذ القرارات. بدوره يحتاج المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي للتعديل من أجل استرجاع الأموال وطرح مصالحة وطنية حقيقية مع رجال الأعمال. كذلك الشيكات أو الصكوك دون رصيد، حيث يطالب العديد من النشطاء بإسقاط العقوبة السجنية الخاصة بالمورطين والنظر في عقوبات بديلة من شأنها تدفع لاستخلاص الدين. ويظل المرسوم 54 محل جدل من قبل المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب والصحفيين على اعتبار أنه يهدد الحريات ويقيد حرية التعبير. مرحبا بكم من جديد، سعيدة باستقبال أحمد شفتر الناشط السياسي، أهلا وسهلا بك. شكرا، شكرا على الاستضافة وتحية من خلال قناتكم إلى كل متابعي التاسعة. شكرا لك على تلبية الدعوة. نبدأ منين نبدأ؟ نبدأ بالشأن الانتخابي. يقول قائل ما جدوى هذه الانتخابات المحلية؟ علاش نسألك أنت بالذات السؤال هذايا؟ لأنك كنت من المدافعين على ضرورة إجراءها، على التمسك بهذا المسار الانتخابي، على المضي فيه، وهل راضي أيضا على نتائجها اللي تقريبا العديد من الأطراف إجماع على أنه النتائج كانت دون المطلوب؟ الانتخابات من أجل بناء الغرفتين التشريعية وغرفة الجهات والأقاليم اللي في عمقها ستكون بالأساس تنموية، هي ترجمة حقيقية لشعار أبدعوه التوانسة اسمه الشعب يريد. في نهاية المطاف حينما نتذكر الأستاذ الرئيس حينما قام بحملته الانتخابية قام بها تحت هذا العنوان، الشعب هو من يريد. فقدت علينا كمثقفين أو تقدمين أو ثورين أو مواطنين أن نمكن أبناء الشعب من آليات تنفيذ مشاريعهم. الشعب يريد هو بالضرورة يمشي على نقيض ما كان يقوله زميلي السابق وهو مهتم أيضا بالشأن السياسي،
يعني إن حينما يتحدثون على مشاريع ولا براء وعلى برامج يتجمعون مجموعات حزبية وسياسية وفكرية على أساس إيديولوجي أو سياسي من أجل أن يفكروا لغيرهم أي يفكروا لأبناء الشعب. أنا لا أرى لهم لا شرعية ولا مشروعية أن يفكروا عوض أبناء الشعب. مشروع البناء القاعدي أو بناء الغرفتين هو ذاك الوعاء الذي سيتوفر اللي من داخله سيقع بناء المشروع التنموي في مستوى الثقافي، في مستوى التعليمي، في مستوى الاقتصادي الفلاحي والصناعي من خلال المداولات ومن خلال المشاركات الحقيقية للمواطنين بمختلف حتى الوالي. وإن كانت نسبة يعني المشاركة ضعيفة أحمد شفتر؟ بالضبط مش نجي على المشاركة، يعني نحن نمر من منطق وصاية كانت تمارسها الأحزاب السياسية تحت عنوان المحاصصات وممارسة الوصاية من أجل التمتع بالامتيازات إلى المحاصصة الاجتماعية اللي في داخلها كل الجهات المحرومة منها واللي ماهيش محرومة تكون شريكة فعلا في إدارة شأنها العام ويكون لها حق واضح في الثروة وحق واضح في الحكم أيضا. أما بالنسبة للانتخابات ليعلم جميعنا وعودتها عديد المرات أنه ما يقوم به التوانسة هو مسار أو ثورة من نوع جديد. هذه الثورات تعتمد الشرعية، الثورات تاريخيا وخصوصا ما قبل العولمة كانت تخضع في نهاية المطاف أو تتصف بمصادمات طبقية. مثلا الثورة البرجوازية قامت بين وحدة البرجوازية والعمال ضد الإقطاع اللي كان يهيمن. الثورات الاشتراكية قامت في إطار تحالفات ما بين طبقة عاملة وفلاحين فقراء وجزء من البرجوازية الصغيرة التي يتبنى قضاياها في ثورة من أجل افتكاك وسائل الإنتاج وتغيير نمط الإنتاج. أما ما بعد العولمة فالقصة تختلف بالضرورة. العالم أصبح موحد، العدو واحد أو العدو واحد لمجموع الشعوب، بحيث وأننا الآن سنشهد متغيرات تجتمع فيها شرائح اجتماعية كبيرة من ناس عندها المال، رجال أعمال، إلى موظفين، إلى أصحاب مهن خاصة، إلى مهمشين، إلى عمال. كل هذه الشرائح الاجتماعية مما يسمى المتضررون من منظومة الحكم القديمة سيجتمعون وسيشتركون في بناء منظومات جديدة، في بناء تقسيم جديد للثروة. هذا ما تختلف فيه مكونات الصراع. يعني الصراع الآن هو بين شرائح اجتماعية مهضومة الحق ضد شرائح اجتماعية مستفيدة من مضمون. هذا كل نحن نقول المشاركة. نحن نقول وكما قالها الأستاذ الرئيس نحن نعيش مرحلة تحرر وطني، وهذه راهو الحد الفاصل ما بين الناس، بحيث أن الثورات في تاريخ كل الشعوب كانت تشارك فيها معناها جموع من 10 إلى 15% من جموع المواطنين. ايوه بقيت المواطنين شنو نعملوا فيهم؟ نحن الآن ضمن هذه الإحصائيات. ليش؟ لأننا بصدد بناء شكل جديد للتنظم. أول مرة في حياة التوانسة في تاريخ الدولة التونسية تقع الانتخابات في داخل محليات هذه القاعدة. واحد اثنين في الباكراوند بتاع التوانسة كان كنت تتذكروا بعد سقوط المنظومة زين العابدين بن علي الله يرحمه وطلوع المنظومة الجديدة كنا في الباكراوند بتاعنا كانت الناس ناقمة على الرئاسة والرئاسة وانتقلوا مباشرة للبرلماني، الشيء اللي خلق التوازنات اللي شفناها. الآن في الباكراوند بتاع التوانسة أصبحوا يمقتون العمل السياسي. الشكل الجديد للتنظم اللي تحكي عليه برشا توانسة ما صار عزوف كبير اذا كان ما قلناش مقاطعه واذا كان ما استعملناش هذا العزوف موجود فعلا. هذا العزوف موجود دونك لم يقنع هذا التنظم الجديد تحكي عليه. العدد في حاله ثوريه هو محترم، اكثر من مليون شخص هو محترم. وفي نهايه المطاف لقينا 2155 ممثل لعمادات. نحن بدأنا فعلا نبني لبنات تشكل البناء القاعدي أو تشكل المحليات، بحيث أنه اليوم الشيء الذي لم يتوفر داخل المنظومات أو في داخل القوانين القديمة أنه كل عمادة أصبح لها من يمثلها، كل محلية سيصبح لها من يمثلها، وكل الجهات لها من يمثلها، وكل الأقاليم أيضا لها من يمثلها. ونحن المحاصصة كانت فعلا اجتماعية. ونحن استقبلنا هذه السنة الإدارية الجديدة، هل يمكن أن
تحثوا اوبليغاتوارمون على الانتظارات على الاقل على المستوى السياسي والاقتصادي. هل يمكن ديجا انه نتحدث على مشهد سياسي مع ما يعتبره البعض الدرجه صفر من السياسه او التصحر السياسي اللي نعيشوه اليوم؟ ما نلقاوش احزاب اليوم، ما نلقاوش حياه سياسيه، ما نلقاوش هل الاختلاف هذا على المستوى الفكر السياسي. ان لم تجدوا احزابا فانه المشكله مشكله الاحزاب، لا احد منع الاحزاب من التواجد، لكن على قاعده ان تكون احزاب ماهيش يقع تمويلها من اصحاب لوبي من لوبيات داخليه ومن لوبيات خارجيه من اجل اجندات، وخصوصا في الدفاع على القوانين اللي تمشي وفق مقاسات المصالح. يعني الاحزاب وضعها وفسادها هو من خلق منها هذه الحاله. هذا الكل فاسد الاحزاب، ما نقولش كل الاحزاب فاسده، ثم مثلا اللي كان بحذاكم ينجم يكون عنده نيه جيده، ائتلاف صمود حسين ملحان ينجم يكون هناك النيه جيده، لكن للاسف الشديد لعبوا دور الديكور في داخل العشريه الاخيره، رغم اني في داخلها هناك ثوار، هناك ثائرين باتم معنى الكلمه، لكن للاسف الانتماء وتاثيث المنظومه اللي كانت في جوهرها هي منظومة تشكل فوقي كانت تشتغل لحساب لوبيات على حساب أبناء الشعب، فهذا قطع لن يسمح به التاريخ. إذن يعني القصة كيف تبني منظومة فيها تجسد الإرادة الشعبية، وليس كيفاش نرجع للمنظومات القديمة من أجل بناء السياسة على قاعدة الأحزاب. وأنا لم أرى بصراحة كفاءات كبرى في داخل الأحزاب السياسية تضاهي ما موجود عند ابناء شعبنا من دكاترة ومن مهندسين ومن اساتذه. يعني انه العمل السياسي والا فن إدارة الشأن العام ماهوش موجود بالضرورة عند من ينتمي للحزب. وهذا تقييمك هل يشمل ايضا الاحزاب المساندة لمسار 25 جويلية احمد شفتر؟ انا ما قلتش، انا قلت الاحزاب ان نجحت في مشكلتها وان ما نجحتش فاذا مشكلتها، يعني هي من لم تستطع مواكبة الاشياء. بالنسبة للاحزاب لا أقيمها أون بلوك، لكن أنا بالنسبة لي نشوف الحد الفاصل هو إلى أي مدى نحن سنتجاوب مع طموحات أبناء شعبنا. اللي ضد الشركات الأهلية بالنسبة لي أعتبره من المجموعات الذاهبون إلى العصر الجديد محاولة منهم على الحفاظ على امتيازات العصر القديم. اللي ضد الصلح الجزائي، اللي ضد القانون الانتخابي، وهذوما أخطر الناس وموجودين منهم في داخل الغرفة التشريعية. هناك تشكلات بنيت على أشخاص انتموا إلى منظومات قديمة يرفعوا في شعار الآن من أجل محاولة تغيير هذا التقييم مهم جدا. نقول لك هذا سيكون الخط الأحمر. أحمد شفتر الناشط السياسي، مواصلين الحوار معك بعد هذا الفصل.